حقيقة وفاة ممرضة مباشرة على الهواء بعد أخذها لقاح فايزر ضد كورونا. مرحبا بكم على أنوار بوست. تتداول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 18 ديسمبر كانون الأول الجاري مقطع فيديو لممرضة تفقد الوعي على الهواء مباشرة، وادعت الحسابات أن الممرضة توفيت عقب تلقيحها لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد. كما ادعت حسابات أخرى أن اللقاح تسبب في فقدان الممرضة لوعيها. لكن بعيدا عن هذه الادعاءات، فإن الممرضة لم تلقى حتفها بعد تلقي لقاح كوفيد-19 على الهواء مباشرة، بل فقدت الوعي نتيجة عملية التطعيم وليس بسبب اللقاح نفسه. وصرحت مديرة الممرضين تيفاني دوفر لقناة WTVC أنها تعاني من حالة صحية تسبب لها الإغماء عند الشعور بالألم أو ما يسمى فازوفاغال سينكوب، ولم تتفاجأ بما حدث لها. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض CDC، يمكن أن يحدث الإغماء بعد العديد من التطعيمات والإجراءات الطبية كالحقن. وعلى الرغم من تعدد أسباب الإغماء، إلا أنه عادة ما يحدث بسبب الألم أو القلق. وصرح أطباء CHE ميموريال لقناة WTVC إن مثل هذه الحالة الطبية اعتيادية. وقال الطبيب جي سي تاك المدير الطبي لطب الرعاية الحرجة في CHE ميموريال إنه رد فعل يمكن أن يحدث كثيرا مع أي لقاح أو حقنة، وأضاف لا يوجد سبب للشك في أن الحادث بسبب اللقاح على الإطلاق. ويحدث الإغماء الوعائي المبهم أو بما يسمى الفازوفاغال سينكوب عندما يتسبب شيء ما بتحفيز الجهاز العصبي للجسم لإبطاء معدل ضربات القلب وتوسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في ضغط الدم وحرمان الدماغ من الأكسجين، الأمر الذي يتسبب بفقدان الوعي. والجدير بالذكر أن التجارب السريرية للقاح شركة فايزر لم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة، وكانت الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً هي الإحمرار في موضع الحقنة والإرهاق والصداع وآلام العضلات والقشعريرة أو الحمى، ولم تتضمن الأعراض فقدان الوعي. فبهذا الأخبار التي تحوم حول هذا الموضوع فهي أخبار مضللة. عزيزي المشاهد، دمت سالماً. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.